وحضرتك حتى يعني حليت مشكله الحكام اكيد بيدعوا لك دلوقتي يا دكتور. يعني بجد 100% طبعا عندهم حاله نفسيه كويسه، يقدر يدير ماتشات وهو نفسيا مرتاح، يقدر يعني يحسن ويطور من نفسه. بالظبط كده، يحسن ويطور من نفسه. بالظبط. طب يا دكتور، والحمد لله بالنسبه للمديونيات الدنيا ماشيه كويس والامور ماشيه كويس، يعني ما عندكش؟ الحمد لله الامور ماشيه ستيبل الحمد لله. لا الحمد لله. يعني اللي هيجي يعني هيجي من بعد حضرتك طبعا اكيد هيلاقي الدنيا يعني كويسه كده، مختلفه تماما عن ما احنا مسكنا تماما. انا مش عايز اقول ارقام، لكن احنا مسكنا فين وبقينا فين ما شاء الله دكتور. يعني انا عايز اقول لحضرتك واحنا حريصين وحريفين ده وشايفين ده وعايزين نبرزه للناس، لان الحقيقه لازم كل حد بيتعب ياخد حقه.